جزاكم الله خيرا. هذا السائل فضيلة الشيخ يقول: ما حكم استرجال النساء في هذا الوقت حيث كثر التشبه بالرجال؟ فوجهونا في ضوء ذلك مأجورين. حكمه أنه حرام وكبيرة من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهات من النساء بالرجال، ولعن المتشبهين من الرجال بالنساء. هذا كبيرة من كبائر الذنوب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.